السلام عليكم اخواني، معكم اخوكم عبد الله الراشدي من سلطنة عمان، هاوي ومربي لطيور الزيبرا فينش الانجليش والالوان. بديت في الهواية في 2019، فكانت البداية في الطائر الأسترالي، من ثم دخلت في الطائر الهولندي، من بعد دخلت في المكسات اللي يسميوه المكسات اللي هو الهجين بين الهولندي والإنجليزي، والحمد لله الحين وصلت إلى المستوى الإنجليزي سواء في الألوان أو في الإنجليش البيور. طائر الزيبرا يعتبر من أجمل وألطف ومن الطيور الحيوية في طيور الزينة، وممكن تربية طائر الزيبرا سواء بالأقفاص اللي هي يعني بشكل انفرادي مثلا نظام أزواج، أو كذلك ممكن تربية طائر الزيبرا في نظام جمعي، البعض يسميه سلاكات والبعض يسميه جمعي. الجمعي يتميز بغزارة الإنتاج، أما الإنتاج في المحاكر أو الأقفاص الصغيرة يتميز بالجودة والدقة في الإنتاج. في الزيبرا عدة ألوان وطفرات مختلفة، فيها الجري وبلاك بريست وأنواع كثيرة، ونعرض لكم بعض الطفرات الموجودة. هذا ذكر على سبيل المثال، ذكر بلاك بريست، بلاك شيك، باستيل. يعني في طفرة الباستيل واللي هي تكون طفرة سائدة، أما البلاك بريست والبلاك شيك هذه طفرات متنحية وتعتبر هواية تربية طيور الزيبرا هو تطبيق عملي لعلم الوراثة بما فيه الطفرات المتنحية والطفرات السائدة والطفرات المرتبطة بالجنس. وهذه طفرة البلاك بريست كسنت، مثل ما ذكرنا طفرة البلاك بريست هي طفرة متنحية، أما طفرة الكسنت فهي مرتبطة بالجنس. وهذه طفرة الكسنت في الذكور، كسنت جري. وهذه أنثى جسنت، وهذا ذكر لايت باك، طفرة البلاك فيس، ذكر بلاك فيس وهي طفرة سائدة، وهذا طفرة الفاون، طفرة الفاون من الطفرات المرتبطة بالجنس، وهذا ذكر فاون. وهذه طفرة الكريست وهي طفرة سائدة، إناث جسنت، إناث كريست، جسنت فاون، وطفرة الكريست من الطفرات السائدة. وهذا ذكر جريتشك، طفرة سائدة، وهذه أنثى جريتشك، وهذا ذكر جري وطفرة الجري من الطفرات السائدة. يتميز الطائر الإنجليزي بكثافة الريش وصغر المنقار وحجم الرأس وغرازة العين، وكذلك كثافة الريش،
ويتميز بقصر الساقين ومن الوجبات الأساسية التي يجب أن تتوفر للطائر مخلوط الحب، حيث يجب التنويع في الحب المقدم للطائر، وهذا يعني يجب أن يكون موجود في المحكر 24 ساعة، وكذلك الراسك يعني هو القمح منزوع الرطوبة، قمح نقي منزوع الرطوبة. هذه من الوجبات الرئيسية والأساسية، وكذلك خلطة البيض والتي تحتوي على البروتين والفيتامينات والأحماض والكالسيوم والعديد من العناصر، وهي وجبة أساسية تعطى للطائر. خلطة البيض تقدم في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للطائر. الطيور الزيبرا من الطيور التي تنتج في فصل الشتاء، بداية الشتاء إلى يعني وتتوقف عن الإنتاج في بداية الصيف، ولكن إذا هي لها الموقع بالتكييف مثلا غرفة مكيفة فالطيور تنتج على مدار السنة. متوسط إنتاج طائر الزيبرا الإنجليزي في البطن الواحد تقريبا 5 إلى 6 بيضات في البطن الواحد، ولكن الطائر الإنجليزي معروف عنه أنه تحضينه يكون يعني بالمستوى أقل عن الطائر الهولندي والطائر الأسترالي، فالمتوسط بعض الطيور تحضن إلى 3 بالكثير 4 فروخ، والبعض يستعين بالطيور الهولندية أو المكسات، والبعض يستعين بالطيور الأسترالية وهي طيور صغيرة الحجم في التحضين، لأن الطيور الهولندية والطيور الأسترالية تتميز بجودة التحضين، فالبعض استخدم هذه الطيور لتحضين إنتاج الطيور الإنجليزية. ومن الأساسيات في التربية تقديم ماء الاستحمام للطيور سواء بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين على حسب جدول الشخص، البعض أسبوعين، البعض شهرياً، والبعض بعد شهرين. الخلاصة أنه يجب تقديم ماء الاستحمام للطيور على شكل دوري. يجب على المربي الحرص على تقديم الماء النظيف الصافي للطيور، لأن الماء الملوث يجلب العديد من الأمراض الطائرة، ومنها وأغلبها الأمراض والمشاكل الباطنية. في تربية الزيبرا أو طيور الزينة بشكل عام تختلف الغاية أو الهدف في التربية. البعض يعني ربي الطيور كزينة هواية، والبعض هي هواية وفي نفس الوقت تجارة، يعني لما الطيور تتكاثر بإمكانه يبيعها ويكون مردود مالي، فهنا تختلف من شخص إلى شخص. وللمهتمين يوجد في السلطنة نادي عمان لطيور الزيبرا فينش. هذا النادي مهتم بهواة تربية طيور الزيبرا فينش، وهو تحت مظلة الجمعية العمانية لهواة الطيور والحيوانات الأليفة. والشخص المهتم ممكن يتواصل معي على رقم الخاص 92 88 22 39.